الحقيقة النهاردة في حادث أليم بننعي بيه أسرة اللاعب البطل، واحد من أبناء النادي الأهلي والأسرة السباحة، السباح عمر زياد إبراهيم عليه رحمة الله، مواليد 99، يعني 18 سنة. وفاته المنية إثر حادث سير في التجمع يا باشمهندس. يمكن كابتن احمد اسعد المدير الاداري لفريق السباحه في النادي الاهلي هو اللي اكد هذا الخبر اللي صدم اسره السباحه واحزن كل الاهلاويه. الحقيقه عمر لاعب في فريق السباحه مواليد 99، اخته كمان السباحه لمى زياد ابراهيم ايضا اكبر منه بسنه في فريق 98، من العناصر الواعده جدا في السباحه، وسيرتهم الطيبه بين اسره السباحه خلت الجميع استقبل هذا صورته. الحقيقه لا حول ولا قوه الا بالله، حزن يعني شديد. ربنا يرحمه ويصبر اهله يا رب، ويعني يحفظ ابنائنا جميعا. يعني حوادث السير دي من الحاجات اللي بتبقى مؤلمه جدا على الاهل، لان كل واحد بيفكر عن يعني اولاده نازلين ربنا يعاملهم بسلامه، يعني سواء خطا منين الحسبه ما بتحسبش كده، بتحسب ان ثمه خطا في قواعد المرور يؤدي ايه بحياة ناس منهم شباب زي كده. ألف رحمة ونور على هذا الشاب السباح، وربنا يصبر أسرته يا رب وأسرة السباحة وكل أصحابه.